السيد دمرجي جمال. هو الآن حاليا دكتور دمرجي جمال حاليا هو رئيس. دونك نشكره جزيل الشكر رغم يعني رغم البرنامج تاعو عنده عدة comment atteindre l'excellence sportive donc كنكملوا لو ديبات انا نحاولوا نكونوا منظمين ونسمعوا الانشغالات ماشي انشغالات ولكن الاسئله اللي يجوكم فيها. اذا البرنامج راح يكون كالتالي. اولا هذا البرنامج اللي اليوم وصلنا له للتنفيذ هو انطلاق نقولوا احنا المولود الجديد في الكره النسويه وهي المدارس الكرويه عند البنات من 6 الى 11 سنه. هي نظن هذه الفكره هو تحدي كبير ونظن ان شاء الله عندنا يعني كما نقولوا احنا لي زوتي دو ريوسيت راح نلموا كل العوامل ان شاء الله والظروف به ان شاء الله ننجحوا في هذا المشروع من اجل يعني تكوين لاعبه الغد. دونك سا سخا لا كوردوناتريس دي زيكول هي اللي راح تشرف على كاع المدارس كرة القدم وهي اللي راح تشرف على المؤطرين والمؤطرات وكذلك كل ما يخص محتويات الفئات اللي هي ثلاثة يعني من 6 حتى 11 سنة. زيادة على هذا فيه عمل قمنا به وهو تحضير كتيب راح لي فيه محتويات من جانب البيداغوجي من جانب الميثودولوجي واشياء اخرى يعني هامه.